أكسجين. مرحبا بكم معنا ساعة ثانية من على هذه الأرض. توا 10:08 باش نحكيو على تحلية مياه البحر. نحب نفسروا برشا معلومات للتوانسة اليوم علاش تونس مشات لتحلية مياه البحر. اش معناها تحلية مياه البحر؟ قداش تتكلف؟ آمنة هالمياه هذية بعد التحلية؟ لأنه تعرفوا التونسي ديما باش يقعد في باله ها هوكا نشربوا من ماء البحر وربما يتخوف. باش ناخذوا تفاصيل مع ضيفنا متخصص في التنمية والتصرف في الموارد المائية سي حسين الرحيلي. مرحبا بك. مرحبا، تحية ليك ليليا وتحية إلى كل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا سي منذر، مرحبا من جديد. مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. محطة تحلية مياه البحر صفاقس اللي دخلت هذا الأسبوع للاشتغال وبدأت تخدم بعد محطة الزرات. قبل ما نحكيو عليها بالتفصيل سي حسين، نحب نفهم وش معناها تحلية مياه البحر؟ شنو هالتقنية هذية؟ هل يتم تنقية المياه هذية بالتجفيف بالتبخير؟ كيفاش ماء البحر المالح يولي صالح للاستعمال المنزلي وللشرب؟ معقول تحلية مياه البحر؟ ولن التقنية هذه موجودة منذ بداية القرن العشرين. نعم. معناها علميا وتطورت بشكل كبير تحلية مياه البحر، والإنسان طبعا من خلال أنه الماء يعتبر الحياة، والمناطق اللي هي فقيرة مائيا تضطر على أني تلتجأ إلى تحلية مياه البحر. ونحن في أواخر القرن العشرين على الأقل بداية القرن 21 تطورت بشكل كبير، والتقنية اللي مستعملة في هي ما يسمى بالعربية بالتناضح العكسي بالفرنسية لوسموز انفيرس. شو معناها لوسموز انفيرس؟ لأنه في الأصل التناضح العادي هو أنه نمشي من الأقل ملوحة إلى أكبر ملوحة. نعم. التناضح العكسي بالعكس، باش نمشي من حاجة انت 35 جرام باش نوصلوها لواحد وواحد فاصل اثنين حسب معناها المواصفات الخاصة بالدولة. واليوم تحلية مياه البحر أصبحت تقريب أمام الشح المائي اللي تعيشه العالم الكل تحت تأثير التحولات المناخية. نعم. باعتبار أنه أولا اليوم هذه مش كل الماء يشمل العالم، الكل ما يشملش تونس، ولعل اليوم الدول الأكثر تأثرا في مجال ارتفاع درجات الحرارة ومجال تراجع التساقطات وبالتالي أثر على الموارد المائية هي منطقة البحر الأبيض المتوسط ببعديه الجنوبي والشمالي. نعم. وراء وضعنا نحن كما وضع إسبانيا، كما وضع إيطاليا، كما وضع جنوب فرنسا، اليونان. إذن المشكلة عالمية والدول كلها، ومنذ سنوات بصراحة أنا نجم نقول تونس عنا رتار بثلاثين عام بصراحة. نعم. وأنا قلت من زمان، راهو من 95 نحن دخلنا وصنفنا من طرف منظمة المتحدة من ضمن 27 دولة في العالم دخلت مرحلة الإجهاد المائي، والإجهاد المائي هو استغلالنا المكثف لمواردنا المائية الجوفية أكثر من طاقة تجددها. نعم. وإذا كان نعمل مراجعة نحسه من 95-96 التساقطات بدأت تتراجع، ونظام التساقطات اللي كنا نعيشوه بدأ يدخل بعضه شوي، لأنه في تونس مناخنا شبه جاف، والمناخات شبه جافة متميزة بثلاث سنوات ممطرة، ثلاث سنوات متوسطة وثلاث سنوات جفاف. اليوم نحن السنة السابعة جفاف على التوالي، الشيء اللي أثر بشكل عام على المنظومة المائية بشكل عام. نعم. اليوم يبقى تونس، هل أنه نحن في تحلية مياه البحر أولا راهي دول كما السعودية؟ أي هو الحل السعودية. الأمثل وإلا لا، هو الحل الاضطراري وقت نستنفذ كل الحلول. السعودية مثال، دولة ليست. نعم. لها موارد مائية. واضح سي حسين. دونك قلت لنا هو تحلية مياه البحر، ولكن فما أيضا تحلية المياه الجوفية في تونس. شنو عنا؟ هل اليوم المحطات باش تخدم فقط على مياه البحر؟ نحن عنا راه مش أول مرة نعملوا، نحن يمكن الذاكرة ضعيفة، نحن أول محطة في قرقنا وكنا نحلوا ونعالجوا مياه الأبار المالحة شوية نتاع 10-12 جرام. في 94 عملنا محطة تحلية مياه مش البحر في جابس، هو المياه الجوفية اللي درجة الملوحة نتاعها نتاع 8 و9، ويخلطوها ببعض الأبار اللي ملوحتها مقبولة. ومن 94 اليوم أولا دخولنا في مرحلة مباشرة كما صفاقس والزارات وسوسة قاعد، معنى ذلك إقرار بأن نعيش شح مائي. به اليوم صفاقس دخلت مرحلة تحلية مياه البحر، تعدى في الشبكة متاع الصنيد، تحل سبالة باش تلقى ماء البحر محلى في صفاقس. التونسي يسأل بكل بساطة، هذه المياه هي نفس المياه الجوفية، نفس مياه الأمطار على مستوى الجودة والمكونات وكل شيء سي حسين؟ هو السعر وتحلية مياه البحر رانا باش نخرجوا ماء
نظيف مطابق للمواصفات التونسيه. نعم. ومسؤوليه الصناده هنا وانا نقول ديما في الاعلام راهو مياهنا مطابقه للمواصفات الوطنيه، وراهو مياهنا صحيح نحسوا شويه ملوحه او بعض ما نسموه ديورتي هكا رزين شويه، الماء هذا مربوط بعوامل عده، معناها نجموا في حصص اخرى معقده شويه العمليه، لكن بشكل عام المياه اللي تجينا من طرف الشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه مياه مطابقه للمواصفات التونسيه، مياه معناها معدله نشربوها ما تضرناش، معناها مبدئيا ما تضرناش. اليوم مياه البحر هي انا باش تاخذ عن نفس العمليه، اليوم اذا كان نحن نوصلوا حتى ل 1.3 1.4 درجه ملوحه في المواصفات التونسيه باش يخرج الماء مطابق للمواصفات هذه والمواطنين باش يشربوه، ونتصور انه ما في حتى فرق ما بينه لانه التقنيه متطوره جدا، صحيح تقنيه غاليه، تقنيه مستهلكه للطاقه بشكل كبير، 45% من الكلفه نتاع الماء هذايا كلفه طاقيه، واحنا دولة ميزاننا الطاقي مختل، وذاك نعم. علاش اليوم بعد عامين في جربة متر كوب نتاع تحلية مياه البحر تتكلف بثلاثة دينارات. نعم. صفاقس مرشحة هي وزارات باش يكونوا ثلاثة دينارات و500. سوسة تنجم توصل لأواخر 25 4 دينارات. هذاك هي مشكلة توا تحلية مياه البحر. الكلفة المالية والتأثير البيئي تنحكوا فيه بعد. التأثير البيئي، العالم الكل اليوم ينتج في 56 مليار لتر من المياه المحليات، ولكن وقتاش نمشيو للمرحلة هذه؟ تونس حطت خطة باش تعمل 7 محطات، 4 في 2024 باش يدخلوا حيز العمل، هذا إلى جانب برشا حلول أخرى. أنت من الخبراء اللي عندكم تحفظات على هذا الحل تحلية مياه البحر. أنا ديما نقول يلزم في العالم الكل ما يلتجئوا لتحلية مياه البحر إلا عندما نستنفذ كل الحلول. احنا كي نجيو نحسبوا حسابين اش عنا، نحن عنا هدر مياه في المناطق السقوية بشكل كبير، والمناطق السقوية دي تستهلك 80% من الموارد المائية على المستوى الوطني. نعم. وحسب التقارير الرسميه نتاع وزاره الفلاحه انه الهدر هذا يوصل 30%. كي نقول عندنا 30% هدر في المناطق السقويه راهو نقول على 700 مليون متر مكعب قاعده تضيع. 700 في العام هذوما يشربوا التوانسه مره ونص، ما يشربوا التوانسه عام. عندنا هدر كبير وضياع وربط عشوائي في شبكه العموميه للمياه الشرب اللي هذايا حسب الارقام الرسميه عندنا هدر بحوالي 22%، لكن حسب المناطق نوصلوا حتى ل 50%. اش معناه؟ على كل 100 متر ونبعثوها 50 متر وما توصلش. معنى ذلك اليوم في جابس ولا في العديد من المناطق اليوم عندنا هدر كبير. ليش؟ لتقادم الشبكه، لضعف الاستثمار في البنى التحتيه نتاع مياه الشرب. اذا كان احنا عندنا ما بحذانا وقاعد يضيع والاستثمارات فيه طبعا باش تكون اقل برشا من الاستثمارات في تحليه مياه البحر، ما هو اولى؟ ووضعيتنا الماليه العموميه نتاعنا نعرفوها، والمديونيه نتاعنا دخلنا في حلقه التداين، الظروف هذه كلها تدفعنا انه نمشوا نلموا الماء الضايع ونصرفوا شويه ونربحوا اكثر ونحضروا رواحنا من هنا ل 2030 2035 باش نجموا نربطوا محطات التطهير محطات تحليه مياه البحر بالطاقه المتجدده باش الكلفه تكون اقل، باش ميزانيه الدوله ودافعي الضرائب ما يتحملوش معناها كلفه المياه تحليه مياه البحر. نعم. شكرا. نحب نعطي ملاحظتين. عندنا نحن نخدموا في المجال هذايا كتوانسه تحت الضغط، معناها مانيش في اريحيه باش نقعدوا نفكروا حلول وكذا. نحن نواجه اولا في ضغط بتاع الحراره اللي قاعده ترتفع ومازالت ترتفع، كي نقولوا الحراره ترتفع تستحق المياه اكثر، معناها الحياه اليوميه نتاعك. اثنين الذكاء اللي كان عندنا معناها كاننا رميناه جانبا في وقت من الاوقات، مش نحكي وقت من الاوقات. نعطي عام 1980 تعمل مرسى القنطاوي وتعمل ملعب الصولجان تاع القنطاوي. في 1980 لليوم الماء اللي يسقوا به هكا الغازون الكل هو من اعاده الرسكره نتاعهم من المياه المستعمله. وانت هنا خير مني تعرف سي حسين اللي من جمله المياه اللي نجموا نعاودوا نستعملوا هي المياه المستعمله. مياه الصرف الصحي. نجموا هكا مياه الصرف الصحي. مش شويه 300 مليون في العام. هذا شنو اللي نحب نقول لهنا؟ معناها يلزم سامحوني في الكلمه اما من المفروض كما عملت عديد الدول نحن اكيد عندنا، اما يلزم يخرجوا اللي معناها مشروع مخطط معناها مواطني، معناتها مواطني المواطن يتشرك فيه، تحكي على الجمعيات على نور على الى اخره، مواطني باش المجهود لايجاد حل للماء يحظى بهالهبه نتاع الناس الكل، خاطر نحن ماناش مركزين اما
حروبات اليوم حروبات البارح هي على الماء. معناها راهو يجيو يصدموا عليك باش يفكروا كلمه نتاعك كذا وارد جدا معناها بطريقه او باخرى بطرق تقنيه علميه معناها كيما عملوا على الغاز كيما عملوا على الغاز كيما بالضبط الحروب القادمه هي حروب الماء واللي عملته اثيوبيا هو حرب حرب على شعب 120 مليون اعلان حرب اعلان حرب على شعب 120 مليون 80% من موارده النيل نعم وذاك علاش اليوم انا في تونس نقول قضيه الماء راه الحلول الظرفيه وانا قلتها العام اللي فات في مارس نعم. راهو نظام القطع الدوري كحل ظرفي راهو يعمق الازمه بعد عام واحنا الازمه نتاع السناء اقوى رغم كميه المطر اكثر علاش لانه المناطق التقليديه ما صبتش فيها برشا مطر ابل مطر صبت في الساحل ومشى الماء البحر صبت في المستير في مارس اكبر ولايه سي حسين ما تمش حلول لكن نقولوا احنا الميكرو مش لازم حلول الميكرو اللي تعمل في نطاق محلي نطاق جاوي وهذا هوني ندعو له اليوم مياه الصرف الصحي عندنا 125 محطه في البلاد موزعين تقريب في 157 بلدية كل بلدية فيها محطة النجم النسق كمية الماء هذه نعملوا لها معالجة ثلاثية بمصروف أقل برشا والماء ذاك كله نمشوا نعطوه للفلاحة ونهزوه لاستعمالات أخرى نقص الضغط على الموائد المائية اليوم عنا هذايا ما يسمى بالمياه الغير تقليدية ونسبة مياهنا رام 300 مليون في العام تعرف 300 مليون هم ثلاث براجات في العام احنا نستعمل نستهلكوا ابان ما بين 4-8% منهم اذا النسبه ضعيفه ياسر هذاك علاش نقول انا مشكل صيانه هوني مشكل لا مشكل انه نصرفوا شويه على المعالجه الثلاثيه باش المياه هذه تخرج مطابقه للمواصفات شو معناه ندعموا الديوان الوطني للتطهير من ميزانيه الدوله بشويه استثمارات باش يخليه يعمل المعالجه الثلاثيه كل عام نعملوا 20-30 محطه خمس سنين نلقوا رواحنا محطاتنا الكل تخرج المياه مطابقه للمواصفات فك الخمس سنين نربحوا 300 مليون متر مكعب وفوق 2045 باش نوصلوا 600 مليون اذا المياه هذه استراتيجيه في المستقبل والكلفة أقل من أني نلتجئ إلى تحلية مياه البحر علاش؟ لأنه اليوم أنا ما نقارنش روحي بالسعودية السعودية ما عندهاش ماء أصلا تنتج في 5.4 مليون متر مكعب يوميا السعودية أكبر دولة تنتج لأن السعودية كلفة الطاقة صفر اليوم الجزائر 20% من الشعب الجزائري الشقيق يشرب من المياه المحلات من البحر تنتج في حوالي 2.5 مليون متر مكعب الجزائر كلفة المتر مكعب ما تفوتش دينار و300 مليم فلوس اذا اقل من كلفة المتر اللي نحن نعبوه بالمياه السطحية اما وضعنا نحن يختلف هذاك علاش انا نقول كما ديما المثل الشعبي على قد الحافك مد رجليك اليوم عندنا ظروف معينة نستثمروا اللي نجموه نلموا اللي عندنا ونخطوا للمستقبل باش كي ندخلوا لتحلية مياه البحر او ندخلوا لمصادر اخرى نتاع مياه راهو نجموا انا نقول الكليماتيزورات هذه اللي تمشي الملايين مصادر مياه كي نحسبوا عندنا 30-40-50 مليون كليماتيزور وكل كليماتيزور يعطيني ما بين 5-10 لترات كي يخدم 8-9 ساعات هاك المياه هذيك اللي هي مياه قابله باش نستعملوها في مجالات اخرى اذا يلزمنا السيستم القديم يلزم يتبدل يلزم السيستم اللي كان يمشي الماء مش مسألة تقنية نحن مشكلتنا في تونس نعمل الماء تقنيا الماء مسألة مربوطة بالتنمية مربوطة بالإطار العيش مربوطة بحياة البشر يلزم يكون مشكل الماء مشكل تشاركي يلزم الفلاح يكون عنده راي يلزم الصناعي يكون عنده راي يلزم صاحب النزل يكون عنده راي يلزم انا نقول النزول نورمالمون نلزموهم بالقانون باش يعملوا تحليه مياه البحر علاش يفكترونا في ولا على الاقل يعني حتى معالجه ثلاثيه ويعيد رسكله مياهه الصناعي يعملوا في الطاقه توا الطاقه الساق تعاون ثم قرض باش عملنا مجهود كبير في الطاقه سي مونتو نعملوا هكا في لدرجه انه التدقيق الطاقي ولا ملزم علاش ما نعملوش رغم موجود النص نتاع التدقيق المائي لكن مش ملزم وانا نقول الماء يتحل في تونس وقت ليخرج الماء من وزارة الفلاحة لأن يجي بارتي وكل الدول عندها وزارات للماء يلزم نحن الماء لوناس تابع البيئة مياه المعدنية تابع للصحة الماء الأخر تابع للفلاحة عندما تتشتت الرؤى ما عادش نجموا نخلقوا سياسة مناسبة إذا نعمل وزارة واحدة تتعامل افقيا مع كل مستعملي الماء وتحدد وتشرك الناس الكل. نعم، سي حسين انا نحب نرجع به شويه لمحطه تحليه المياه البحر في صفاقس اللي بدات تخدم نهار 20 جويليا وانتجت 25,000 متر مكعب في النهار، هذا يحل مشكله صفاقس لانه صفاقس من اكثر المدن ومن سنوات طويله تصير فيها نقص المياه والانقطاعات سي حسين. خلينا نفهموا علاش صفاقس. اي. نحن عندنا 14 ولايه يتزودوا من مياه الشرب من السدود من ما يسمى بمياه الشمال
عندنا تونس الكبرى، الشمال الغربي، نابل، سوس المستير، المهدية، وصفاقس. صفاقس تعتبر الولاية الأكبر، 1.2 مليون ساكن. نعم. استهلاك صفاقس ما بين 40 إلى 50 مليون، هذه مياه شرب فقط، ما نحكوش على القطب الصناعي. نعم. إذن صفاقس، موارد صفاقس طبيعياً الغالب، صفاقس طبيعياً ما عندهاش موارد مائية. دونك وعندها نسبة استهلاك عالية عالية جداً نظراً لطبيعة الولاية نتاع صفاقس. نعم. إذن أن هل أنه نحن كنا النجم مبدئياً صفاقس، خليني نقول محطة متكلفة حوالي 850 مليون دينار، قرض ياباني على 40 عام باش ننجو في الاخر. هي طاقة انتاجها المحددة 100,000 متر مكعب. نعم. في اليوم قابلة للتوسع الى 200,000 في المستقبل. كي نجي نحسب انا 850 مليار باش ننتج في الاخر 44 مليون متر مكعب في العام، هل يقابل الاستثمار والانتاج؟ انت تقول لنا لا يقابل، الكلفة مرتفعة جدا. وانا نقول هذاك علاش قلت الخيار اليوم هو. نعم. انه نستثمر اقل ما يمكن. نعم. ولكن النتيجة الاجتماعية هي اني اليوم. نعم. انا نعطيكم مثال، نحن خصصنا 600 مليون دينار في ميزانية 2024 للاستثمار في البنى التحتية المائية، لليوم مخرج حتى ملف طلب عروض. ليش؟ نعم. لاني ثم تعقدات هيكليه كبيره في المارشي بيبليك والبيروقراطيه والماء، اذا كانوا ايرجون الفلوس اللي نخصصها نمشي بطرق او باخرى نعمل، لانه اليوم كي نصلح انا 5-6,000 كيلومتر من كوندويت على 3 سنين نربح 30-40 مليون متر مكعب من. نعم. الهدر اللي قاعد ونحسن نوعية، لأنه مكثر نوعية الماء تخرج من غدير القلة. إذا المواطن مش بشق على السنة حتى يخرج. هذا هو النتيجة الاجتماعية. أنا شنقول في صفاقس على الأقل اليوم كي تجي المحطة هذية وتحل أزمة انقطاعات المياه في صفاقس، ساعة أنت تأكد لنا اللي المفروض على الأقل في الصائفة هذية مش بنشوفوا تشكيات تجينا من صفاقس على انقطاع المياه، نعم أو لا، وقت اللي تخدم محطة تحلية مياه البحر. ثم هل أنه حقت على الأقل الهدف الاجتماعي في المنطقة؟ أنا نقول مبدئيا هي تخدم 25% من طاقتها توا، لأني 25,000 فقط. 25,000 تكفي صفاقس ولا ما تكفيش؟ لا تكفي، هي ربع الطاقة نتاع صفاقس. يبقى ديما صفاقس تو باش تبقى مربوطة بالكنال على الأقل، إذا كان ينقص شوية الضغط على الشمال باش ما عدناش نقصوا شوية على سوسة والمستير المتضررين ريال، ولكن باش يقعد المجال مربوط، معناها تزويد صفاقس بكمية من صبيطلة. نعم. معناها القناة من صبيطلة. إذا اليوم أنا عش نقول؟ نقول قلت راهو الحلول اللي تجي متأخرة تولي مكلفة. وبالتالي انا راني ننقد في المقاربه، ما ننقدش اليوم لرجونسوي. نعم. اليوم المواطنين ما يفهموش برشا، المهم يحل يلقى الماء. صح. وخاصه في ظرف الذروه. صح. لكن نقول رانا الكلفه نتاع 3,000 باش نبيعوها ب 600 فرنك، من سيتحمل فارق الكلفه؟ هذا هو اللي التوانسه يتصور روح من مصفاقس يقولوا انه الكلفه لا. غاليه، هل الكلفه هذه باش توصل فاتوره لا الماء للعائلات في صفاقس ولا ما عندهاش علاقه؟ لا ما عندها حتى علاقه. الفاتوره نتاع تونس وبنزرت والكاف ورديف وصفاقس باش يقعدوا كيف 600، لكن فارق الكلفه باش يتحملوه دافعي الضرائب، والفلوس هذيك في عوض تمشي لاستثمارات اخرى باش نغطوا بها العجز وندعموا بها الصناد على مستوى. كذلك راهي المحطه كلفة استغلالها مش الاستثمار سنويا، محطة كما الزارات ما بين 40 و 50 مليون دينار كلفة استغلال سنويا. نعم. مالغري الزارات باش تعطينا 18 إلى 20 مليون. واضح، لا اللي قلته هذا واضح هو معناها كل قطار يزمك تجي في الوقت، بعد الوقت تولي تاخذ تاكسي أغلى. واضح. إلى آخره. هكا ولا أنا نحب نعطي ممثال في الألعاب الأولمبية، نرجع الألعاب. نعم. الأولمبية نهر السين في فرنسا حبوا يعملوا فيه مسابقة بتاع الترياتلون، لكن الماء ملوث. صحيح. صرفوا عليه مليار و400 مليون. 1.4 مليار درو. درو اي، هذاك شغل ضخم. اي، ضخم جدا. باش ينجموا يلعبوا فيه. جاء النهار اللي لازم يلعبوا فيه وما لعبوش فيه، نسبة التلوث مرتفعة. قالوا قامت القيامة. اش قالت رئيس بلدية باريس المعنية بالأمر؟ قالت احنا ما عملناش الالعاب الاولمبيه، الالعاب الاولمبيه كانت الاكسلراتور. عملناها العام 2050 اللي باش ترتفع الحراره وكذا، وباريس لازم تلقى. معناها ايش حب نقول هنيه؟ الاستباق يخليك ارتاح. شنو لازمنا نعملوا سي حسين استعدادا ل 2050؟ احنا شفنا قبل برامج عملتها وزاره الفلاحه التونسيه او 2050 وتحطت فيها برشا فلوس من المجتمع المدني والمنظمات الدوليه، ولكن لليوم الازمه ماشيه وتكبر. نعطي سؤال صغير. نعم. شكون يعرف مخرجات الدراسه اللي عملناها
الدراسة الاستراتيجية أفق 2050 ما تمش الإعلان عليه. أنا أبل نقول لكم الدراسة دي تتكتبت في قرابة 700 ولا 800 صفحة باللغة الفرنسية مش موجهة للتوانسة وما قدوش حتى يخرجوا يبسطوا للتوانسة 2040 إش عنا 2050 إش عنا. الكلفة 74 مليار دينار. نعم. منين باش تجي؟ ثلاثة ما شركتوش أصحاب الشأن، وهما شكون أصحاب الشأن؟ هما نحن الكل، لأنه الفلاح راه اللي في تطاوين معني بالماء في تونس، والفلاح اللي في جدليان، والسمواط اللي في الرديف، والفلاح اللي في غار الملح، والفلاح اللي في منطقة السقوية الخماس اللي قالوا له راهو ما عادش ماء، 250 عائلة يلقوا رواحهم أراضيهم وعيشتهم مش موجودة. ولا ما تخدمش السقوي. ما تخدمش السقوي، إيه خرج القرار في منطقة السقوية الخماس لأن المندوب الجهوي ما عندوش ماء باش يعطي، لأنه تحت الضغط. هذاك علاش نقولوا احنا اليوم راهو لقينا رواحنا كي أخرنا 30 عام ما فكرناش ما بدلناش المقاربة، و2015 احنا دخلنا فعليا مرحلة الشح المائي وما بدلناش السيستام المقاربة. اليوم سدودنا اللي قاعد يتبخر منها في يوم كي مسخون هذا ما بين 600 ل 700 ألف متر كوب يتبخروا من السدود، معنى ذلك أن السدود ما عادتش حل في المستقبل، أنه يلزم نبتدعوا طرق جديدة في تعبئة الموارد المائية. اليوم مياهنا بتاع العمرانية اللي تمثل مشكل، المواطنين ولوا يتذمروا كي تصب المطر، ليش؟ لأن ثم مناطق تغرق بالماء. الماء اللي نحن نحتاجه له هو قاعد مقلقنا، إذا يلزم توتر هياكل جديدة. ذكاء ذكاء الذكاء التونسي يلزم يخدم، والذكاء ما يخدمش إلا في إطار تشارك وفي إطار تحويل قضية الماء لقضية رأي عام. تبسيط وتبسيط الأمور، مش الأمور. أنا نقول دراسة عملناها يعطيكم الصحة وتحطت في الرف. أما المواطن شربح في الأخ، المواطن يخاف راه. وقضية تهيئة عمرانية برشا عوامل. كل العوامل. اليوم عملنا نحن خصصنا طرف فلوس باش نعملوا الماجل. إيه. علاش ما تعملتش في 23 وعلاش الفلوس ما تصرفتش في 24؟ لأنه أولاً في عضو وزارة الفلاحة اللي معنية بالمباشرة هي اللي تاخذ لافير. البلاغ خرج من وزارة التجهيز وخرج يطلب من المواطنين اللي يحب ياخذ قرض باش يعمل ماجن يعمل دراسة، ودراسة من مكتب دراسات متخصص ومصادقة عليها. يعني أهم نقطة بالنسبة لك اليوم سي حسين الرحيلي تشتيت ملف المياه على أكثر من وجهة. نعم. على مستوى الدولة التونسية. نعم. باش نعطيك كلمة الختام اليوم، الحديث هذا يطول جدا ولكن المواطن زاد عنده دور، الدولة عندها مسؤولية. مشكلة المياه قلت أنت ما تتحلش فقط بتحلية مياه البحر، لازم اليوم برشا اتجاهات تحترم العلم الجديد والبحوث الجديدة وتنفذها بإمكانيات تقدر عليها الدولة التونسية. أنا نقول أولا راهو تحميل المواطنين ديما ونحكوا على مياه الشرب راه يتمثل ما بين 10 ل 12% من الامكانيات المائيه على المستوى الوطني، وراهو كان نجتهدوا شويه في المناطق السقويه نجموا في 3 4 سنين نربحوا كميه المال يستهلكوها التوانسه في عام. اذا قليلا من الاحترام المواطنين وتحميلهم معناها مسؤوليه اكثر من تجاه، لكن هذا ما يعنيش انه كل مواطن يلزم يبدل طريقته في الدار، وكل ايطره نربحوها رانا نربحوها الاجيال القادمه، لان احنا عندنا مشكله اليوم ايش باش نخلوا الغدوه؟ نحن ما عندناش ماء، ما نجموش نفكروا في الجيل القادم مش باش اثنين يلزم الماء يخرج من الاطر نتاع المكاتب الى الفضاء العام، تتواضع وزاره الفلاحه وتنفتح، احنا حاجتنا بالمعلومه، ما تخلوناش نمشوا نلوجوا على المعلومه بالطرق الغالطه. نعم. انا ماذا بيا اليوم وزاره الفلاحه تخرج تقول يا مواطنين مياه المياه تحليه مياه البحر في صفاقس والزارات تشرب كانه ماء عادي، لانه ثم يمكن بشو هذا تصير فيه ليلة من قبيلة اي بلوكاج بسيكولوجيك لانه هوش يسمع الفوسفوجيبس والتلوث وباش يجيبوا لنا الماء. هنا نقول للمواطنين انا حتى في بلاصه الصناد راهو ماء معناه سان يتشرب وراه يتصرف وراه ملايين البشر في العالم يشربوا في مياه تحليه مياه البحر. اثنين يلزم المقاربه تو تكون مقاربه تشاركيه ومندمجه، كل الحلول ممكنه، نحلوا مياه الصرف الصحي والمياه المعالجه، نحلوا تنويع كل مصادر المياه الموجوده، نستثمروا في البنى التحتيه نتاع الماء، نلموا شعنا الضايع، وبعد تحليه مياه البحر في المستقبل نفكروا لها في الطاقات البديله باش يكف الضغط. 2035 نتصور كان نعملوا 3-4 محطات نتاع فوتوفولتايك ونهيئوهم، غدوه نلقوا رواحنا قادرين باش نعملوا تحليه مياه البحر باخف واقل كلفه من اي نوع مياه تقليدي. شكرا لك سي حسين الرحيلي متخصص في التنميه والتصرف في الموارد المائيه. وانا فقط نحب ننوه اللي احنا توصلنا مع وزاره الفلاحه والموارد المائيه في الموضوع هذايا تحليه مياه البحر، هي فضلت ما تتحدثش في الموضوع هذايا في هذه
الفترة. شكرا سي حسين، شكرا سي منذر. بعد شوية باش نمشيو فقرتنا الأخيرة بيو، باش نهزكم إلى تجربة مميزة عملتها المواطنة فوزية المحضاوي من تطاوين، مشروع توظيف ذباب الجندي الأسود في تفكيك النفايات. بعد شوية باش نعرفوا قصتها.